حاجة كمان حابب أعلق عليها وهي التطوير المستمر. ويمكن التطوير المستمر من جانب إدارة النادي في كل الاتجاهات لخدمة أعضاء النادي من الناحية الاجتماعية. يعني بعد ما استعرضنا مع حضراتكم في الأيام اللي فاتت حالة التطوير لمصيف نادي الزمالك بمدينة مرسى مطروح، في جزء خفي آخر وهو نادي الزمالك النهري. تطوير ملحوظ داخل النادي النهري وإقبال للأعضاء عليه أصبح أضعاف أضعاف مما كان يحدث قبل كده، ودلوقتي خدوا بالهم من التطوير وحاله الاهتمام لتطوير النادي على كافه المستويات. وان شاء الله ان شاء الله يوم مباراه منتخب مصر المقبله امام بوركينا فاسو الخميس المقبل هتكون في شاشات لنقل المباراه لمنح اعضاء النادي فرصه لمشاهده المباراه، وهيكون في مفاجات للاعضاء. الصور اللي بوريها حضراتكم دي خدمات اللي بتتقدم لاعضاء الجمعيه العموميه، المطاعم، الاكل، حاجات على 5 ستارز بتتقدم في تجديدات بالجمله. المكان اتغير تماما، يمكن قبل كده المكان ده ما كانش بالطريقه دي ولا في الاجواء دي ولا الشكل ده ولا الديكوريشنز اللي احنا شايفينها. ده كله لخدمه الجمعيه العموميه واعضاء نادي الزمالك. ويمكن حق مجلس الاداره ان احنا نبروز الشغل ده ونبينه، لانه الناس بس مش بتشتغل للفرق الرياضيه، الناس بس مش بتشتغل لفرقه الكوره، للطايره، للهاندبول، الناس شغاله لكل حاجه. كل حاجه وادق التفاصيل، وكل واحد في المجلس معاه ملف خاص بيه وبيقوم بيه وبيشتغل عليه بمتابعه طبعا كابتن حسين لبيب، والتركيز على اعلى مستوى. تركيز على اعلى مستوى. دي الاجواء، الاجواء ما كانتش كده عمرها ابدا ابدا. قاعده شيك على النيل تستمتع بالمباريات، تتفرج فيها كانك في النادي ده، مكان بالظبط زي كانك داخل نادي الزمالك. نفس الخدمات، الاكل زي ما احنا شايفينه، المطاعم تم تجديدها. يعني الحقيقه بنتقدم للامام وبنروح لخطوات هامه جدا، وبيبقى في فقرات اسبوعيه في الويك اند. يعني العائلات المصرية الجميلة لما بتنزل في يوم الخميس يوم الجمعة بيستمتعوا بالأجواء دي. فلازم الحقيقة كنا نقول ونوري الناس النادي بيروح فين وواصل لفين والتطوير واصل لحد ايه. فده كان كلام مهم جدا، وبدعو أعضاء الجمعية العمومية إن هم يروحوا يتفرجوا على مباراة مصر القادمة. الأولوية طبعا لاستاد القاهرة ونتفرج على المباراة هناك، ولكن بعد كده يروحوا يتفرجوا هناك، الأجواء بتبقى كويسة جداً.